Mohamed VI preside la presentación del primer coche de un fabricante marroquí. بغيت نصدر السيارات. وشو السيارات عندك اللي تصدرها؟ واش رانا كاع رانا اونيوسي ايديو كسا؟ كيفاش تجيب سيارات تنفخ فيها العجلات وتقول لي اني عندي 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 تصنيع سيارات وتبغي تصدر؟ واش تصدر؟ تصدر الهواء اللي درتو في لي بنو؟ هذا ما عندك. خوتي المغاربة والجالية المغربية في كل مكان، سلام الله عليكم وتحية طيبة للجميع. صراحة شيء يدعو للفخر والاعتزاز، فالمغرب ولله الحمد أول بلد عربي ينتج سيارة هيدروجينية محلية 100%، أي تنقلنا من بلد يعني ينفخ في العجلات إلى بلد ينتج سيارات محلية هيدروجينية 100%، أي صنع محلي 100%. اللي عينه هتيجي على الفيديو ده لو مغربي يرفع راسه لفوق ويقول أنا مغربي، ولو أي دولة تانية من الوطن العربي يشكر ربنا ويبوس إيده ووشه وظهر إن شعب زي شعب المغرب في وطننا العربي في قارتنا الأفريقية. المغرب دي وشعبها أنا بحبهم جدا. حفل تقديم نموذج سيارة أول مصنع مغربي والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين قام بتطويرها مغربي، وهما مشروعان مبتكران من شأنهما تعزيز علامة صنع في المغرب وتدعم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات. ويؤكد تقديم سيارة شركة نيو موتورز وهي شركة برؤوس أموال مغربية والنموذج الأولي لمركبة الهيدروجين لشركة نامكس الذي أطلق عليه اسم مركبة الهيدروجين النفعية إرادة الملك محمد السادس تشجيع المبادرات المقاولاتية الوطنية الرائدة والقدرات الإبداعية والنهوض بها سيما لدى الشباب المغربي التي يجسدها هذان المشروعان. وتنسجم هاتان المبادرتان الصناعيتان تمام الانسجام مع التعليمات الملكية الرامية إلى توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار المنتج سيما في القطاعات المتطورة والمستقبلية وتحفيزا بثاق جيل جديد من المقاولات في المملكة. كما يكرس هذان المشروعان الرؤية المستنيرة للملك بخصوص التنمية المستدامة وتعزيز الطاقات المتجددة خصوصا في قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد. أثر ذلك وشح العائل المغربي كلا من نسيم بالخياط المؤسس المدير لشركة نيو موتورز وفوزي نجاح المؤسس المدير لشركة نامكس وسامي الكفاءة الفكرية من درجة قائد. الحمد لله نحن في الطريق الصحيح، وصدق من قال أن المغرب هو بلد يعني يعني هو تركيا إفريقيا يا قايدة. يعني المغرب الحمد لله يعني ماشي في الطريق ديال دول كتركيا ودول أخرى كذلك. غير هو في هذا الفيديو يعني الإخوان راه هضروا على هذا الشيء، هذا الإعلام المحلي، احنا غادي نركزوا على الإعلام الدولي خاصة الإعلام الإسباني. غادي نشوفوا شنو قال الإعلام الإسباني وغادي نخليكم مع فيديوهات كثيرة. نبداو بالإعلام الإسباني وغادي نمشيو لوكالة الأنباء الإسبانية لايفي بالي، يعني ما غاديش نمشيو لصحف عادية، وكالة الأنباء الإسبانية. غادي نشوفوا هنا يعني شنو تقال بالي، خليكم معايا غوتي هنا. لافانغوارديا كتقول نقلا عن لايفي عن وكالة الأنباء الإسبانية كتقول موحاميد سيكستو بريسيدي لا بريسنتاسيون ديال بريمير كوتشي دي اون فابريكانتي ماروكي بالي، فابريكانتي ماروكي سو بريمير كوتشي. هنا رباط 15 دي مايو لايفي الري موحاميد سيكستو دي ماروكوس presidió hoy en el Palacio Real de Rabat la presentación del primer vehículo de un fabricante de automóviles de este país, así como de prototipo de coche hidrógeno desarrollado por un marroquí. يعني desarrollado por un marroquí. يعني جوابا على اللي كيبغي دائما يضرب في كل ما هو إيجابي للمغرب. كاين اللي حاط على أي حاجة يعني إيجابية ديال المغرب خصو يضرب فيها، يعني فيه مرض خصو يضرب في هاد أي حاجة إيجابية ديال المغرب واللي العالم كله كيهضر عليها يعني حنا خصنا نضربوا فيها. ونسمعوا شنو قالوا الإخوان
المصريين. هذا الإعلام يعني ما بغيتش أنا نهز الصحف كلها كما كتشوفوا معايا هنا كل شيء كيهضر. أنا هزيت يعني لايفي يعني الخلاصة اللي كينقلوا منها كل شيء، وكالات الأنباء الإسبانية يعني كل شيء كينقل منها. ثم سمعتوا شنو قالت؟ يعني صنع محلي 100%. وانتم كتسمعوا الأسماء ديال هاد المنتجين. بالي هنا شوفوا شنو قالوا الإخوان المصريين. اللي عينه هتيجي على الفيديو ده لو مغربي يرفع راسه لفوق ويقول أنا مغربي، ولو أي دولة تانية من الوطن العربي يشكر ربنا ويبوس إيده ووشه وظهر إن شعب زي شعب المغرب في وطننا العربي في قارتنا الأفريقية. المغرب دي وشعبها أنا بحبهم جدا. أنا بغيت نركز على الإعلام الدولي فقط، وأنا بما أنني مقيم في إسبانيا بغيت نركز على الإعلام الإسباني شنو قال. لكن كاين شي وحدين ديالنا يعني خصهم يضربوا في كل ما هو إيجابي، يعني ماشي داك الانتقاد ديال المعارضة إذا كانت شي حاجة يعني ننتقدوا نو أي حاجة. المهم الإيجابي ما عمره ما كاين، كاين غير السلبي بالي. أي حاجة كيما بغات تكون يعني ما نساوش باللي حنا ننتمي إلى القارة الإفريقية، يعني محسوبين على دول العالم الثالث. وأنا بالنسبة لي المغرب كنشوفو يعني كاين بزاف ديال الحوايج اللي كنختلفوا فيهم، كاين بزاف ديال الحوايج اللي خصنا نتحسنوا فيهم، ولكن مي تكون شي حاجة إيجابية تدعو للفخر والاعتزاز خصنا نخرجوا نهضروا عليها بالي. مي تكون شي حاجة اللي ما عجباناش سلبية عاود نخرجوا نهضروا عليها. ماشي كلشي سلبي كلشي سلبي، يعني الناس ديال على برا كيشوفوا داكشي على أنه إيجابي. ثم سمعتوا الاخوان المصريين كيقول العرب كلهم خصهم يفتخروا بهذا الانجاز ديال المغرب، وكيقولوا كيعتزوا انهم ينتمون الى العرب. وسمعتوا مزيان ولا لا؟ المهم كاين بزاف ما يتقال، ولكن انا غادي نبقى غير مع هاد الديتايز هادو. بعدا ردينا الحمد لله انتقلنا من النفخ في العجلات الى الانتاج المحلي ديال السيارات. كاين سيارات فاخره وكاين سيارات اقتصاديه. كاين سيارات اللي الثمن ديالها غادي يتراوح ما بين 16 مليون 16-17 مليون، وكاين سيارات اللي الاثمنه ديالها كما كتشوفوا هنا غادي تبدا ما بين 65000 و95000 ديال الاورو. يعني هاد السياره من صنع مغربي، واحدى هاد السيارتين يعني تم تقديمها اللي تم تقديمها بالمغرب، والتي تشتغل بالهيدروجين من ابتكار نيماكس على ما اظن، والمنتج هو فوزي النجاح. ومن المتوقع ان يتم عرض السياره في الاسواق يعني سنه 25، والقيمه ديالها غادي تتراوح ما بين 65000 و95000 اورو بالي. وهنا بالنسبه لهذا السياره شوفوا واحد المقال من المقالات نهضروا شويه على هذا. نعم هنا السيارة المغربية المقدمة أمام الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، كيبان في صحة جيدة الله يحفظه والله ينصره. هنا المؤسس ديال المدير ديال شركة نيو موتوز أن السيارة المغربية التي جرى تقديمها اليوم بالقصر الملكي في الرباط ستكون متاحة في السوق ابتداء من شهر يوليوز المقبل بسعر يتراوح ما بين 170000 الى 190000 درهم. كنهضروا على السياره الاقتصاديه. وذكر ابو الخياط في تصريح ان السياره تعمل بالبنزين من فئه كروس اوفر صالحه للمناطق القويه القرويه والجبليه، وستوجه بالاساس الى السوق المغربيه وفيما بعد الى السوقين الافريقيه والاوروبيه، على ان يتم في مرحله مقبله اصدار نسخه رباعيه الدفع بمحرك كهربائي. وأضاف بالخياط عقب الاستقبال الملكي لعرض السيارة الجديدة أن المصنع الذي أنتجها يعني متوفر منذ سنة 21، وقال إن النسخة التي تم تقديمها أمام الملك محمد السادس قابلة للتسليم، وهي عبارة عن نسخة نهائية حصلت على جميع المصادقات واجتازت جميع التجارب المطلوبة في الخارج. وذكر هنا نقصوا وحسب تصريح بالخياط جرى تنفيذ المرحله الاولى من الاستثمار بقيمه 45 مليون درهم. خصنا نشوفوا الاثمنه،
وهنا المؤسس مدير الشركات قال ان الاستقبال الملكي شرف كبير ودعم الصناعه الاثمنه. انا قلت لكم تتراوح ما بين 160 الى 190 الف درهم، يعني ديزدي ابتداء على حساب يعني الايكيباج، على حسب شنو في هذه السياره. احنا عارفين هذا الشيء، هذا يعني السياره كتكون ابتداء من واحد الثمن، يعني زيد المزيد دقيق، يعني انتم عارفين هذه الحوايج مزيان. والسياره الاخرى كيقولوا ديال الرفاهيه كيقولوا الثمن ديالك غادي تراوح ما بين 65000 الى 95000 ديال الاورو، كان 5 يعني 70 الى 100 مليون مغربيه. انتم شفتوا يعني هذا الشيء كما قلت لكم يدعو للاعتزاز والافتخار صراحه. اول بلد عربي يعني مصر الشقيقه، وما ادراك يعني مصر، كنهضر على الدول العربيه، يعني المغرب تفوق على الدول العربيه الافريقيه، الافريقيه والغير افريقيه، الدول العربيه بصفه عامه. وافريقيا يعني ما عرفتش انا واش كاين شي دوله، صراحه ما عنديش فكره واش كاين شي دوله يعني نتجاز شي سياره قبل تركيا. عارفين تركيا، ولكن تركيا يعني هي دوله داخل الشرق الاوسط ولكن تابعه يعني تابعه لاوروبا. كنظن وقيلا ما نطولش عليكم بزاف، حنا ركزنا على الاعلام الاسباني، انتم سمعتوا يعني بلا ما نكرر وبلا ما نقرا هنا واحد البلعه ديال الصحف، حنا هضرنا على يعني وكاله الانباء الاسبانيه. هنا السياره المغربيه يعني ستكون موجهه للسوق المحليه، كاين اللي كيقول 16 مليون وكاين اللي كيقول 17، كل واحد شنو كيقول. المهم الثمن ديالها ما غاديش يفوت 20 مليون، ما بين 15 حتى ل 20 مليون. باري ما كنظن وقيلا نخليكم مع هذا التقرير يعني البسيط، تهلاو لي في راسكم وكرر يعني شيء يدعو للاعتزاز والافتخار، يعني الانسان يفتخر على انه مغربي. ودائما يعني اذكركم باننا ننتمي الى دول افريقيا، دول حسب دول العالم ديال الثالث، وشوفوا يعني شنو خرج. وهذا الشيء غير البدايه، علي هذا الشيء غير البدايه، نتمناو الحوايج يعني اللي ناقصين كالمنظومة الصحية، يعني التعليم، الأمن، ولكن هذا الشيء يعني راه بدا كيقلب واحد النسبة كبيرة الصراحة مقارنة يعني مع السنوات السابقة. قلت ما نطولش عليكم بزاف، خليكم معايا تقرير بسيط، تهلاو في راسكم، نهاركم مبروك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.